بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في حلقه جديده من الابطال. زي ما تعودنا كل يوم حد واربع بنكون مع بعض من 8 ل 9 ونص عشان نتناول اهم الاخبار اللي حصلت على الساحه الرياضيه، اكيد في الالعاب الاخرى داخل جدران النادي الاهلي محليا وايضا عالميا. زي ما تعودنا مع بعض الحلقه عباره عن نصفين، النصف الاول مجموعه من الاخبار، وزي ما تعودنا الفتره اللي فاتت الاخبار بتبقى عن المنتخبات وعناصرنا الموجوده مع المنتخبات، لانه مفيش يعني دوريات بدات في او على المستوى المحلي. يمكن اول دوري هيبتدي هو دوري المحترفين في كره اليد، يمكن 1/9 هيبتدي على ما اتذكر. قبل كده مفيش اخبار الا عن المنتخبات وعناصرنا ونتائجهم في بطولات العالم المختلفه او بطولات افريقيا، والنهارده الحقيقه عندنا العديد من الاخبار حول هذا الموضوع. النصف الثاني من حلقتنا هيبقى عن الكاراتيه. عندنا النهارده نماذج مشرفه، الكاراتيه زي ما حضراتكم عارفين النادي الاهلي يعني مدرسه كبيره، تيجي منتخبات كبرى تتعلم فيها او تحتك فيها مع النادي الاهلي، ايضا بنخرج كوادر كبيره للنادي الاهلي ايضا للمنتخبات سواء مدربين سواء لاعبين او لاعبات. النهارده هيكون معانا نجمتين او نجم ونجمه من تحت 16 سنه في الكاراتيه. الاثنين شاركوا مع منتخب مصر في البطوله الافريقيه من المغرب، الحقيقه لسه راجعين منذ ايام قليله، والبطوله لسه شغاله دلوقتي ولكن شغاله على مستوى الكبار، مستوى الشباب والناشئين والناشئات. اختتمت فعالياتها وعندنا اثنين لعيبه فازوا بميداليه ذهبيه مع منتخب مصر، هيكونوا معانا النهارده وهنستضيفهم وهنتكلم معاهم عن طريقهم لهذه الميداليه، خاصه ان الكاراتيه فيه منافسه شرسه، ازاي تبقى جوه المنتخب ده موضوع صعب مش سهل. ممكن تلعب في نادي ولكن عشان يتم اختيارك مع منتخب مصر في سنك الموضوع ليس بالسهل. هيكون معانا لميس عبد الله احمد لاعبه النادي الاهلي تحت 16 سنه ولاعبه منتخب مصر واللي فازت بالميداليه الذهبيه، ويكون معانا احمد ادم ايضا مواليد 2008 تحت 16 سنه في النادي الاهلي وايضا فاز بالميداليه الذهبيه في بطوله افريقيا، وهيكون معانا مدربهم كابتن محمد الاشقر المدير الفني اللي هنتكلم معاهم عن كل شيء. تابعونا للي بيحب واللي متابع لعبه الكاراتيه. خلينا نروح لاخبارنا وهنبتدي بكره اليد. زي ما تابعنا على شاشه قناه النادي الاهلي فريقنا الاول اللي لعب في بطوله الابطال في البوسنه وفاز بالفضيه، الحمد لله فرقتنا رجعت بسلامه الله الى ارض مصر. يمكن حابب اقول انها تجربه مفيده، يعني ما فيش كلام، مستر ديفيدز الراجل سعيد جدا بهذه التجربه. يكفي ان انت بتلعب فاينل مع فريق برشلونه بطل العالم وبطل اوروبا ويعني واعظم فريق تاريخ في اوروبا، وتخسر منه 37-31 في وقت انت برضو مش في افضل حالاتك، انت لسه في بدايه الموسم. طيب خلينا نقول نذكركم بالبطوله. البطوله اتلعب فيها اربع مباريات النادي الاهلي لعبهم، كان ابرزهم ماتش مونبلييه اللي انتهى بالتعادل، وبعد كده الفاينل على طول مع برشلونه واللي انتهى بفوز برشلونه 37-31. وقدرنا ننقل لحضراتكم البطوله على الهواء مباشره، او على الاقل ماتشين من الاربعه للنادي الاهلي كانوا على الهواء مباشره، ودي طبعا اكيد نقله نوعيه لقناه النادي الاهلي في متابعه ابطالنا مش بس جوه مصر ولكن خارج مصر. انتوا عارفين طبعا قدر استطاعتنا اكيد بنحاول نكون في كل مكان مع ابطالنا. الاهلي هيبدا مشواره في دوري المحترفين قدام نادي الزهور زي ما قلت لحضراتكم 1 سبتمبر اللي جاي، والماتش هيكون على صالتنا صاله الامير عبد الله الفيصل باهلي الجزيره. ومفكر حضراتكم ان النادي الاهلي هو حامل لقب الدوري والكاس، واحد المكاسب الحقيقه اللي انا اشرت اليها في الاستوديو التحليلي مع ضيوفي الكرام كان كابتن فوزي فضالي وكابتن محمد عبد الله، هو ان احنا خلصنا البطوله الحقيقه بدون اصابات، ودي حاجه مهمه جدا. زي ما شفنا اهم لعيب في برشلونه للاسف تعرض لاصابه هيغيب على اثارها سنه كامله، فالحمد لله انت لعبت بطوله قويه، لعبت اربع مباريات قويين جدا مع فرق اوروبيه، الحمد لله يا رب مفيش اصابات بالرغم العنف الشديد. مهم جدا نخش دوري المحترفين. طب ايه اللي عندنا بعد كده؟ هنشتغل في دوري المحترفين حبه، وبعد كده هنطلع على بطوله العالم في او كاس العالم للانديه اللي هتكون في مدينه الدمام في المملكه العربيه السعوديه، واكيد هيتاهل منها مجموعه خلاص ضمنت التاهل، وفاضل بطل البطوله العربيه اللي بينتظره طبعا الاتحاد الدولي عشان يضم اسمه للمتاهلين لبطوله العالم. طيب هنروح من كرة اليد في النادي الأهلي لمنتخب مصر لكرة السلة اللي بيستعد لكأس العالم في الإمارات، ومستر روي رانا المدير الفني الكندي أعلن القائمة النهائية للسفر، والقائمة تضم 5 لاعبين من النادي الأهلي وهو رقم كبير. أنت النهاردة بتختار 12 لاعب، 5 منهم من النادي الأهلي، يعني أنت بتتكلم أولموست 50% من قوام المنتخب من النادي الأهلي. طيب مين 5 لاعبين؟ منهم لعيب مفاجأة بالنسبة لي. 5 لاعبين هم عمرو الجندي، إيهاب أمين، عمر طارق،
كريم حاتم عمرو زهران. انا راهنت على عمرو زهران لو تفتكروا ان هو هيتضم للمنتخب لانه ظلم في الفتره اللي فاتت. عمرو زهران يكفي انه لم ينضم لاي منتخب في الشباب ناشئين ولا شباب، ودي كانت طبعا حاجه غريبه ان هو اكيد ما نزلش من السما بالباراشوت. هو كان لعيب كويس طول عمره، فعمرو زهران ما استسلمش لده. النادي الاهلي كمان وقف جنب عمرو، كابتن اشرف توفيق صعده، لاعب اثبت نفسه برضه، استبعد من منتخب مصر الكبير برضه، لم ييأس، اتاخد منتخب افريقيا ولعب بطوله القارات في كندا، رجع من هناك خلاص ما عادش بقى حد ليه حجه، لازم اكون جوه المنتخب، والفعل خدوه واحنا كنا مراهنين. المفاجاه بالنسبه لي هو المفاجاه، وكمان ربنا رد له اعتباره الحقيقه في بطوله مهمه وهي كاس العالم. يعني شوفوا يعني عوض ربنا بيكون اكبر بكثير، ودي رساله لكل اللاعبين، ما تيأس، اشتغل، خد كل حاجه تحبطك انها تدفعك لقدام. عمرو زهران بالنسبه لي هو نموذج حي، اللعيب صغير بيتعرض لعقبات في طريقه، منتخبات ما بتضموش، وجهه نظر مدربين الله اعلم كانت وجهه نظرهم ايه، بس هو طبعا اكيد هنا في مشكله انه مش ما دخلش بالباراشوت، يعني ما جاش من سنه، او النادي الاهلي صعده للفريق الاول، وده على فكره صعبه جدا ان انت زمايلك بيروحوا منتخب ويرجعوا على النادي وانت مكانك، ولما تبقى مكانك انت عايز تحارب ان انت تبقى احسن منهم عشان يتصعد في الدرجه الاولى. الموضوع كان صعب جدا على عمرو زهران ومع ذلك دخل. طيب مين بقى المفاجاه بالنسبه لي؟ هو كريم حاتم. كريم حاتم صاحب 19 عام، هو لسه طالع اول سنه درجه اولى وبيلعب في مركز حساس جدا وهو صانع الالعاب. صانع الالعاب مش امكانيات فنيه فقط، مش هو بول كنترول باس اسيست، الكلام ده كله سهل تلاقيه في حد، ولكن هي مقومات شخصيه، كاركتر، اتيتيود جوه الملعب. البوينت جارد هو ليدر، هو ماسترو. فان لعيب صغير في السن ده مكسب كبير جدا للنادي الاهلي ومصر، انه يلعب كاس عالم وعنده 19 سنه. انا الحقيقه ما افتكرش، انا حضرت كؤوس العالم اللي هي اخر واحد كان في 2014 على ما اتذكر، وكان اللي قبليه كان قبليه ب 20 سنه، كان 93 حاجه زي كده. انا فاكر الكاس كؤوس العالم 94، فاكر كؤوس العالم ما كانش في حد عنده 19 سنه. انا فاكر كويس، انا فاكر الجيل القديم، يعني الفتره اللي انا كنت واعي فيها قبليها بقى في 82 انا ما كنتش واعي بقى، انما 93 94 2014 النهارده بنتكلم 2023، لا ما كانش في حد 19 سنه. فكريم حاتم النهارده عمل ريكورد، اتمنى له التوفيق. اللي عرفته كمان انه رايح جامعه في امريكا، ان شاء الله نلاقي له يعني نلاقيه في حته تانية. وكريم كان قاعد معايا هنا في الاستوديو في مره في المرات، وبساله قلت له يا كريم انت عندك نيه ان انت تغير مركزك؟ لان في لعيبه كتير جدا وعلى راسهم طبعا مؤمن خيري مثلا، النجم بتاعنا الكبير وابن كابتن طارق خيري اللي في الدرجه الاولى كان اصلا بادئ بوينت جارد، ولكن مع الوقت قلب بقى جارد او شوتينج جارد في الملعب، وضع طبيعي لرؤيه المدربين، ولكن اوقات كتيره جدا لعيبه بتتخلى عن البوينت جارد لان طريقها صعب. فالنهارده احنا بنحيي كريم حاتم. طيب منتخبنا لعب مباريات في الامارات، لعب مع مين؟ لعب مع منتخب الامارات وكسبناه. لعبنا كده بعد كده مع منتخب لبنان ولم نوفق، ولعبنا بعد كده مع منتخب المكسيك اللي معانا في المجموعه ولم نوفق ايضا. طيب الدنيا ايه؟ الدنيا مش مقياس ولا معيار، انتوا كنتوا 18 لاعب وبتجربهم، ونفس الوضع بالنسبه للفرق الاخرى. فالنهارده ده مش مقياس، ومستر روي رانا عودنا ان هو مش بيدق قوي في الماتشات الوديه، وبالنسبه له ماتشات النهائي. طيب مجموعتنا مين في كاس العالم؟ المكسيك وليتوانيا والجبل الاسود. ليتوانيا انا بقول لك انسى، ليتوانيا احد عظماء القاره الاوروبيه ولعيبه يعني بيلعبوا في اكبر دوريات في اوروبا. ليتوانيا زي ما قلت لحضراتكم الشعب نفسه طويل. الجبل الاسود احد دول يوغوسلافيا، الاتحاد اليوغوسلافي القديم، برضه الباسكت فيها عالي جدا. انت عندك المكسيك بقى ثلاث فرقه دي اللي تلعب عليها، خاصه انت خسرت منها 6-7 بونت بس، تقدر تكسب المكسيك. لو كسبت المكسيك هتعمل نتيجه، اولا هتلعب في مراكز متقدمه وهيخليك تنط على الاقل او تقفز 4-5 مراكز في الفرق المشاركه في كاس العالم. فمهم جدا ان احنا نخطف ماتش، وبعد كده في تحديد المراكز يعني لكل مقام مقال. النهارده 5 لاعبين من قوام المنتخب السله من النادي الاهلي، وده رقم كبير جدا. طيب هنروح لكره الطائره رجال، نفس الوضع، 7 لاعبين من النادي الاهلي داخلين جوه منتخب مصر الكره الطائره اللي بيلعبوا معسكر دلوقتي في تركيا، ولعبوا ماتشين، خسروا الاول من تركيا 3-1، وتاني ماتش فزنا على تركيا بنفس النتيجه 3-1. المنتخب طبعا بيقوده المدير الفني الايطالي الجديد فلافيو، والمنتخب بيستعد عشان هيطلع بعد كده من تركيا، هيروح على مقدونيا هيلعب مباريات هناك، وبعد كده هيرجع على مصر عشان يكمل استعداداته، والبطوله هتبقى في مستهل ده طبعا فلافيو المدير الفني الايطالي
بصوا انا هقول لكم حاجه، انا تابعت شويه فيديوهات على السوشيال ميديا او على النت اللي جايه لنا من تركيا في الماتش، الفريق شكله متغير. انا بقول لكم الفريق شكله متغير، يعني انا اتوقع ان شاء الله ربنا يكرمنا بطوله افريقيا اللي جايه. طيب بطوله افريقيا تاني هتلاقي في استاد القاهره في الصاله رقم واحد، طبعا دي دعوه لكل الجماهير المصريه انها تروح تآزر المنتخب. والمفاجاه ان الاتحاد بقياده المهندس ياسر قمر خد موافقاته الامنيه اللازمه لحضور الجماهير، فالنهارده ملناش حجه، الماتشات هتبقى ممتعه جدا، الفريق شكله متغير، عندك نجوم كبار موجودين مع الفرقه، وهقول لحضراتكم مين عندنا مثلا من نادي الاهلي السبعه. الحاجه الثانيه خدت موافقاتك تحضر بجمهورك، صاله الاستاد بيحبها الجمهور لانها في قلب القاهره، قريبه جدا من مدينه نصر، قريبه جدا من المهندسين، قريبه جدا من التجمع، فاستاد القاهره بيحبها جماهير النادي الاهلي لانها في قلب القاهره. فالنهارده ما عندناش حجه، لازم الجماهير تأذر الفريق. طب مين السبعه اللي مشاركين من منتخب مصر او في منتخب مصر من النادي الاهلي؟ على راسهم طبعا الاسطوره الكبير اللي كان عيد ميلاده اول امبارح الكابتن احمد صلاح اللي احنا بنقول له كل سنه وانت طيب، ومعاه كمان حسام يوسف صانع العاب ايضا، محمد عصران، عبد الرحمن الحسيني، محمد عبد المحسن، عبد الرحمن سعودي، محمد رمضان. النهارده بنتكلم في سبع ليبرو، طبعا محمد رمضان ليبرو الفريق، انت بتتكلم النهارده في سبع لاعبين من اصل 14 او 15 لعيب، لا انت عندك عدد كبير النهارده من النادي الاهلي، ده يدل ان انت مش داخل الموسم الجاي اضعف من حد، انت فرقتك واقفه على رجليها. وزي ما قلت لكم النادي الاهلي بيستمر في دعم فرقه بشكل او اخر، واكبر دليل ان المنتخب شكله متغير ان احمد صلاح رجع تاني ينضم للمنتخب. خلي بالكم احمد صلاح وعبد الله عبد السلام، عبد الله مصاب بس كان زمانه يبقى معاهم، ولكن اللعيبه دي لعيبه محترفه، عقليه لعيبه محترفه، بمعنى ان هو مش هيروح مكان الا ما يحس فعلا انه هيقدر يعمل حاجه. ده احمد صلاح وده عبد الله عبد السلام، فكونهم بعد اعتزالهم الدولي يرجعوا تاني لمنتخب مصر معنى كده ان المنتخب شكله متغير. بصراحه الاتحاد بقياده المهندس ياسر قمر بيحاول، يمكن كنا قلنا في بعض القرارات السلبيه، بعض القرارات، وده يعني احنا بنقوله وبننتقده وما عندناش يعني حدود لده، ولكن احنا بنتكلم على حاجه كويسه. النهارده بيدوروا هم على الافضل، بيدوروا على دوري شكله افضل، بيدوروا على المنتخبات افضل، وهتشوفوا نتائج المنتخبات حتى الان جيده مع منتخب مصر سواء في الرجال او السيدات. طيب هنروح للسيدات، عندنا السيدات طبعا بتلعب نفس البطوله، بطوله افريقيا اللي بيستعد ليها الكبار، ولكن المنتخب السيدات الحقيقه عامل يعني شغل جيد جدا. هنقول انه بيلعب في بطوله افريقيا اللي بتتلعب دلوقتي في الكاميرون، عملوا يعني الحقيقه ماتشات قويه جدا، من ضمن الماتشات اللي عملوها انهم فازوا وتصدروا بالمجموعه. خلي بالكوا ده موضوع صعب جدا، انت تلعب في افريقيا وتتصدر مجموعتك. طب ماتشاتهم كانت مين؟ لعبوا الكاميرون وفازوا عليها بنتيجه 3-0، دي كانت الحقيقه يعني بالنسبه لي مفاجاه كبيره. والاول بداوا بالجزائر 3-0، وبعد كده لعبوا الكاميرون وسط جمهورها 3-1، وبعد كده فزنا على الفريق العنيد نيجيريا. فطبعا الحقيقه يعني الموضوع صعب جدا. وبعدين قررنا النتيجه 3-0 مع بوروندي من شويه. كسبت اربع مباريات من اربعه زي ما انتم حضراتكم شايفين في جمهور، لان الكاميرون من الدول العظمى في الطايره. طيب وخلي بالكم في مالي كمان، احنا مالي ويعني لسه برضو ما اصطدمناش بيها لانها فريق قوي، ولكن منتخب تصدر المجموعه، وده هيخليك بنسبه كبيره تافويد ان انت تقابل فريق جامد. هتلعب مين في دور الثمانيه؟ هتلعب اوغندا، منتخب ضعيف نسبيا رابع مجموعته، انت ان شاء الله تقدر تفوز، يعني انت باذن الله حاجز مقعدك بنتائجك دي قبل النهائي، وكل مقام مقال. اتمنى ان احنا نتجنب مالي في قبل النهائي. مالي فريق عنيد، بس ان مالي ما كانتش في مجموعتك غالبا هي اللي في طريقك قبل النهائي. اتصور. طيب يبقى احنا يعني المشكله الكبيره ماشي، يعني كينيا هي الاهم من مالي كمان، لو احنا ما قدرناش نصطدم بكينيا يبقى ده موضوع مهم جدا، وده هيبان مع دور الثمانيه باذن الله. زي ما قلت لحضراتكم سبع لاعبات من اصل 14، طيب مين هم؟ عندنا دعاء الغباشي، اي خالد، زينه العالمي، ندى وليد، دعاء محمد، مي غزال، ساره امين، الحقيقه كمان اللي بتعمل ماتشات كبيره جدا ندى وليد الليبرو، الحقيقه كل الاشاده جايه من هناك من الكاميرون بمستواها، وقد ايه هي مقدية مباراة جيدة. كمان دعاء الغباشي، عندك كمان مي غزال وسارة امين عاملين الحقيقة مباراة جيدة جدا، كل بصراحة كل لاعبات النادي الاهلي قايمين بمباريات جيدة بشكل كبير. هنروح من الفريق الكبير لسيدات الكرة الطائرة، هنروح لفريق الشابات اللي الحقيقة بيلعب كأس العالم، وللأسف لم يوفق في مباراته امام المكسيك في المباراة الختامية في مجموعته،
ليه؟ عشان يخسر مباراتين ويفوز بمباراه ويلعب على تحديد المراكز من التسعه لل16، ولكن هم ادوا اللي عليهم. المباريات اللي خسروها كانت قدام اليابان هزيمه 3-2، وايضا قدام المكسيك بنتيجه 3-1. طيب المنتخب ايه جا ايه ماتشاته كانت؟ زي ما قلت لحضراتكم، هو ابتدى في البدايه مع تايلاند وفاز 3-1 وخسر من اليابان زي ما قلت لحضراتكم 3-2، وكان مباراته مع المكسيك كانت تضمن له الفوز، ولكن هو خسر 3-1. هارد لك يعني. في انا رايي مباراه عدم التاهل هي مباراه اليابان. اليابان كنا قريبين جدا من الفوز، خسرنا بصعوبه، ولكن المكسيك يعني ما بعتبرهاش مباراه التاهل، هي كانت مباراه اليابان اللي كانت اقرب لينا. والمنتخب زي ما قلت لحضراتكم من التاسع لل16 تحديد مراكز، نتمنى ان شاء الله انه ياخدوا على الاقل المركز التاسع بعد الثمانيه الكبار، هتبقى حاجه كويسه باذن الله. المنتخب ده بيضم في صفوفه لاعيبه واحده من الاهلي وهي سلمى يوسف سنتر المنتخب الاساسي، اللي على الشاشه موجوده طبعا، واللي بتعمل البلوك اللي حضراتكم شايفينه. هنكمل اخبارنا وهنرجع تاني للنادي الاهلي. الجمباز في النادي الاهلي الحقيقه بيعمل يعني استعداداته وبيكمل استعداداته للموسم الجديد، وبيلعبوا دلوقتي بطوله الفراعنه الدوليه للجمباز اللي بيشارك فيها النادي الاهلي، بطوله جيده جدا جدا، بطوله على مستوى الانديه، بطوله مهمه لاستعداد ابطالنا. النادي الاهلي بيلعبها دلوقتي. بالنسبه لبقيه القطاع، القطاع بيحتك وبيتمرن بشكل جيد عشان استعداد للموسم الجديد، وزي ما حضراتكم شايفين النادي الاهلي مش بيبخل على فرقه المختلفه بالمشاركه في اكبر البطولات العالميه والدوليه. كنا في يومين بنتفرج على اليد، النهارده الجمباز بيشارك في بطوله الفراعنه، فاذا الموضوع منتهي، مفيش كاراتيه، مفيش جمباز، مفيش فرق بين الرياضه والثانيه، كله بيتم دعمه بالتساوي، وكمان كل التجهيزات والاجهزه بتطلب منه بينفذها طبعا النادي الاهلي، وعلى راسه طبعا مجلس ادارته، وعلى راس المجلس كابتن محمود الخطيب، وده بيكون بشكل يعني علمي مدروس. كاميرا الابطال كانت حاضره بدايه تدريبات فريق الجمباز، وسجلنا التقييد، اتفرج عليه مع حضراتكم ونرجع لبعض تاني. احنا طبعا بنستعد للموسم الجديد مش من دلوقتي، بقى لنا كذا شهر بنستعد، بس احنا دلوقتي في نص فتره الاعداد، واحنا عندنا طبعا بطولات هتبدا من اواخر شهر 8 وتستمر البطولات لحد اخر شهر 6 السنه الجايه. كل فريق عنده مجموعه من الحركات المطلوبه منه مقرره عليه، حركات اجباريه مطلوبه منه زي منهج كده اشتغل عليها المدرب بخطه معينه، ونجري اختبارات، بنتابع التطورات، بحيث نجهز كل فريق يوصل في النهايه الى موعد البطوله بتاعته يكون في احسن حال. بالنسبه بقى للفرق الكبيره، عندنا فرق درجه اولى درجه ثانيه، دول اعمار سنيه كبيره، لهم نظام ثاني كمان في البطولات، ودول برضو يعني 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 امورهم الفنيه اكثر تعقيدا كتير من الناشئين والاشبال الصغيرين، لكن ايضا ليهم خطط اعداد معينه، والخطط الاعداد دي تخص كل لاعب ثم تخص الفريق ككل، والامور كلها ماشيه مع الجهاز الفني والمدربين والمديرين العموم بشكل جيد جدا على الطريق، بحيث ان احنا ان شاء الله نحقق افضل نتائج ونحافظ على صدارتنا اللي حققناها السنه اللي فاتت. احنا الحقيقه السنه دي بدانا استعداداتنا للموسم الجديد مبكرا عن اي سنه، لاننا هنبدا البطولات بدا معانا في شهر ديسمبر، وده يمكن يعني بدري عن كل موسم حوالي 3 او 4 اشهر مبكره، وبالتالي استعداداتنا بدات بدري قوي، وبدانا ان احنا بنكثف التمرينات. يعني احنا دلوقتي كل الفرق عندنا بتتمرن 5 ايام في الاسبوع بسبع وحدات، في ايام يتمرنوا الصبح وبعد الظهر، بالاضافه اللي احنا بنزود عدد ساعات التمرين، بالاضافه طبعا متابعه الاجباريات بالنسبه لجميع المراحل السنيه الناشئين. يمكن احنا من قريب قوي كنا عاملين حفل استقبال لاحدث فريق انضم للقلعه الحمراء، فريق تحت 6 سنوات، يعني كان يمكن عندهم من 10 ايام هنا عاملين لهم حفله استقبال في الملعب، استقبلهم جميع زمايلهم في الفرق الاكبر، وكان معانا كمان ولادنا في اليوم دوت اللي هم جانا ابراهيم ولاعيبتنا اللي في منتخب مصر. احنا انتهينا من الموسم اللي فات 22-23 يوم 6-1، يوم 7 كنا في الملعب بنرتب اوراقنا، واللعيبه بدات تنزل من يوم 10، ده فريق الدرجه الاولى. احنا بنراعي في استعداداتنا فترات الامتحانات بتاعت اللعيبه، وان ممكن يبقى في انقطاع، عشان كده ما بناخدش اجازات طويله، خصوصا ان احنا كنا داخلين على امتحانات نص السنه، فاللعيبه نزلت وبدانا نستعد.
وبدأنا نشتغل من أول يوم 10 يناير وبنجهز إن شاء الله للموسم الجديد. إن شاء الله عندنا الفترة الجاية بطولة دولية بنجرب فيها بعض اللاعبين عشان ياخدوا خبرات، وربنا يسهل إن شاء الله اللي جاي نحافظ فيه على الإنجازات اللي عملناها السنة اللي فاتت. إحنا الحمد لله بقالنا سنتين على التوالي بنكسب درجة أولى. من بعد البطولة على طول ريحنا بالظبط يومين، نزلنا تمرين على طول طبعا بكده الدكتور محمد فؤاد والدكتور كريم علي كابتن عادل ربيع وكابتن عمر الرضا، بنجهز على طول للبطولة الجاية ما بنستناش. تمريننا تقريبا بيبقى 3-4 ساعات في اليوم، كل يوم ممكن يوم واحد بس راحة في الأسبوع عشان عندنا إن شاء الله بطولة في شهر 11 بنجهز لنا كلنا كل عناصر الفريق سواء لعيبة المنتخب أو لعيبة النادي، ويعني على تم استعداد إن شاء الله إن احنا نكسب سنة الثالثة على التوالي. زي ما حضراتكم شفتوا في التقرير احنا الحقيقه عندنا صالتين للجمباز في النادي الاهلي، عندنا صاله في مقر النادي الاهلي بالجزيره وزي ما حضراتكم شايفين التجهيزات والاجهزه على اعلى مستوى، وعندنا صاله تم افتتاحها العام الماضي في اهلي الشيخ زايد، اهلي الشيخ زايد يعني الاثنين مجهزين باعلى مستوى، تروح دي او تروح دي، ولكن يمكن الشيخ زايد اوسع شويه عشان المساحه هناك اكبر، ولكن عندنا صالتين جمباز وهي من الالعاب اللي بتلقى رواج كبير جدا بين اعضاء الجمعيه العموميه، سواء هي سواء الكاراتيه سواء السباحه، من الالعاب المهمه جدا واللي متاثره، تنس الارضي تنس الطاوله، الالعاب دي يعني ليها اصل في الجمعيه العموميه وسنين طويله بيمارسها طبعا اعضاء الجمعيه العموميه، وبعد كده لما في الاعمار الكبيره لا بتتفتح لكل الموهوبين ينضموا للنادي الاهلي. هنروح للسكواش داخل النادي الاهلي، يمكن الكثيرين يعرفوا مصطفى عسل لاعبنا، ولكن مش مصطفى عسل بس اللي موجود في النادي الاهلي وبطل كبير، لا عندنا لعيب كمان دايما بنجيب اخباره ودايما بنتكلم عنه وهو يوسف سليمان. يوسف سليمان ده احد لاعبي النادي الاهلي ويعني لعيب ليه يعني مستقبل كبير جدا، هو المصنف رقم 11 في العالم، راجل يعني من توب يعني 50 بلايرز على مستوى العالم. طيب يوسف سليمان كان بيلعب بطوله في كندا اسمها ويندسور، البطولة دي اتلعبت من 15 ل 19 أغسطس، ربنا وفقه فيها ووصل فايدل ولكنه خسر في النهائي وخد الميدالية الفضية، وطبعا أكيد هتديله نقط كتير. طيب هو خسر من مين؟ خسر من هقول لكم، خلينا نقول مشواره، طب خلينا نقول مشواره واحدة واحدة لأنه خسر في النهائي من طارق مؤمن. طيب مشواره كان مين؟ كان في البداية فاز على صلاح الترجمان كندي مش مصري على فكرة، وبنتيجة 3-0، وبعدين كسب الأمريكاني أندرو دوغلاس فاز عليه في ربع النهائي بنفس النتيجة 3-0 قبل ما يفوز على زميله النجم وادي دجلة يحيى التوساني بنتيجة 3-0 عشان يوصل فاينل يلاعب طبعا زميله طارق مؤمن ويخسر منه بنتيجة 3-2 بعد مباراة قوية جدا. طبعا خليكم فاكرين يوسف سليمان في يوم من الأيام ممكن نشوفه هو ومصطفى عسل بيتصدروا هما الاثنين التصنيف العالمي. خلينا برضو نكمل الاسكواش، الاسكواش بدأ بقى تدريباته ده على مستوى بقى الفرق، نفس الكلام بالنسبة للجمباز نفسه في الاسكواش. الاسكواش احنا الحقيقة عندنا مجمعين، نفس الكلام عندنا مجمع في الشيخ زايد وعندنا مجمع في أهل الجزيرة، يمكن البداية أو الأساس هو مجمع الجزيرة اللي تم افتتاحه في 2018 على ما أتذكر، ومجمع الاسكواش في مدينة في الشيخ زايد تم افتتاحه مع مجمع الجمباز من سنة في احتفالية كبيرة حضرها كابتن محمود الخطيب. اللي بيحصل دلوقتي في الجمباز تدريبات فردية زي ما حضراتكم شايفين مع مدربين، لعب جماعي، وبعد كده هتبتدي الموسم إن شاء الله بداية من الشهر اللي جاي هتبتدي البطولات، كل نادي بينظم بطولة وبتجمع نقاطك ويبتدي في رانك، قصة كبيرة في الاسكواش برضو لأن الاسكواش الحقيقة لعبة قاعدتها كبيرة واللي بيوصل فيهم من اللعيبة بيبقى الموضوع صعب جدا وفي منافسة كومبيتيشن بشكل صعب جدا. كاميرا الأبطال كانت حاضرة تدريبات الفريق في الاسكواش، سجلنا التقييد اتفرج عليه مع حضراتكم ونرجع لبعض تاني. هنخش في سيزون البطولات هيبدا في شهر 8، يعني كمان في بطوله كمان 5 ايام، احنا بقالنا شهرين بنتمرن وكده وبنعمل فتره اعداد بقى بتبقى عباره عن تمارين فتنس وتمارين سكواش وبنلعب جيمز مع بعض زي نتمرن عشان نستعد لاول بطوله في السيزون. احنا قعدنا فريست كده يعني يعتبر رمضان كده، ومن بعد بقى العيد الصغير
بدأنا بقى ان احنا نرجع تاني وكده، بس الموضوع بقى بيبقى صعب لان بنكون مريحنا فتره كبيره، لان فالتمارين في الاول بتبقى مش احسن حاجه يعني، بنتعب وكده، بس بعد كده بقى بنعود نفسنا بقى كل يوم نتمرن، كل يوم رايح يوم في الاسبوع عشان يعني نبدا بقى بدايه حلوه في السيزون يعني. اول بطوله كمان 4 ايام هي منطقه الجيزه. كباتن يعني بيحاولوا بقى ان هم يعني يمرنونا على الحاجات اللي هنعملها في البطولات، ونلعب جيمز مع بعض ونحتك ببعض عشان نروح نعم يعني نظهر باحسن طريقه يعني. خلصنا السيزون اللي فات الحمد لله كده في قبل رمضان على طول، خدنا بس تقريبا 10 ايام اسبوعين اجازه طبيعي يعني بتاع كل سنه، وبعديها ننزل عادي. اول حاجه بنبتدي فتره الاعداد الفتنس عشان اللعيبه لسه بتبقاش لسه جاهزه قوي، فبعديها بنبتدي السكواش بعديها باسبوعين كمان، فابتدينا الاول بس فتره اعداد الفتنس ودخلنا بعديها على طول باسبوعين السكواش، يعني ابتدينا تقريبا كله في 15/6. وزي ما انت شايف اهو الحمد لله دلوقتي بنجهز عشان البطولات اللي جايه، فلسه كده عندنا بطوله كمان 4 5 ايام، بطوله منطقه الجيزه من اهم البطولات في السيزون، هي بطولة اللي بعديها منطقة اسكندرية، بس في قبلهم بطولة في النص مهمة قوي برضو بتاعت مصر الدولية، لأن دي بتساعد في الترتيب الأوروبي كمان علشان البريتش أوبن دايما اللي بيطلعها الخمسة المصنفين على مصر بيطلعوها يلعبوها بمثابة بطولة عالم للناشئين والنشئات يعني. احنا أخذنا راحة بعد بطولة الجمهورية وكان في دوري بعديها، أخذنا راحة كان في شهر رمضان، أخذنا شهر رمضان راحة وبعدين اشتغلنا بعد العيد، ابتدينا نرجع تاني وكفتنس وكسكوش بنخلي اللعيبه تلعب سولو مع نفسها الاول ستريتات وحاجات كده، بعد كده لعبنا ستروكس وحاجات كده مع المدربين، كنا متابعين كل الكلام ده وشغالين دلوقتي كويس عشان خاطر هنبدا سيزون الاسبوع الجاي، فخير ان شاء الله ان شاء الله الفرقه تعمل حاجه كويسه السيزون ده. هو احنا دايما بنلعب على المركز الاول، ده طبيعه النادي الاهلي، فاحنا بنحاول نعلي من لعبتنا ومن قدراتهم الفنيه، فبنحاول نساعدهم يعني ان هم مستواهم يعلى، وان شاء الله نحاول نحقق حاجه كويسه السيزون ده. التقرير ده اتصور في يعني مجمع الاسكواش اللي في اهل الجزيره، يمكن المجمع اللي موجود في الشيخ زايد زي ما قلت لحضراتكم يعني تمدده افقي، فهتلاقي الملاعب في اوسع والحته اللي قدام الملاعب اوسع، الحته اللي بيقعد فيها الجماهير دي بتكون اوسع. من احد افضل القرارات الحقيقه اللي خدها النادي الاهلي الفتره اللي فاتت في الاسكواش هو تولي كابتن احمد حسني المدير الفني في النادي. احمد حسني اصلا كان لعيب في النادي وطول عمره في النادي وابن النادي، احمد حسني عارف كويس قوي دهاليز الاسكواش جوه النادي، والميزه زي ما حضراتكم شفتوا التقييد ده ما كانش مترتب له بشكل كبير يعني ان احنا رايحين واخدين مواعيد، لا كابتن احمد حسني كابتن محمود عبد القادر كل الجهاز الفني والاداري بيبقى موجود في الملاعب كل يوم كل يوم، سواء يعني في تدريبات متاخره بدري هو بيحضر تدريبات من الصبح لغايه بالليل وقاعدين في الملاعب، تروح في اي وقت هتلاقي الشكل اللي انت شفته. فالحقيقه احد افضل القرارات من وجهه نظري انا هو تولي المسؤوليه الكابتن احمد حسني كمدير فني، واخد الفرصه كامله سواء للرجال والسيدات، والسكواش بيعمل مباريات ونتائج جيده باقل طبعا يعني بادجت ممكن تتعمل، لان دي 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 دي, دي زي ما بيقولوا الشطاره ان انت تحقق باقل بادجت ممكن تحقق بيها. فالحقيقه السكواش في النادي الاهلي ليه يعني وضع تاني خالص. هنروح ليه كده اخبارنا جوه النادي الاهلي خلصت خلاص، احنا نروح بقى ليه اخبار المنتخبات بشكل كبير، هنروح للخماسي الحديث. الخماسي من الالعاب المهمه جدا لينا في باريس 2024، يعني كل الرياضيين بيعولوا عليها الكثير لتحقيق ميداليه واثنين وثلاثه، اخر اولمبياد طوكيو 2020 حققنا ميداليه واحده كانت جندي كانت فضه على ما اتذكر، فاحنا محتاجين من اللعبه دي الكثير عندنا. عندنا طيب الخماسي الحديث بيستعد ب 10 لاعبين هيشاركوا في بطوله العالم القادمه، اول ثلاثه من هذه البطوله هيتاهلوا مباشره الى باريس 2024. طب خليني اقول لكم الخبر وخليني اقول لكم مين العشر لاعبين اللي بيشاركوا وهيتاهلوا ازاي والنقاط بتتجمع ازاي عشان اللعيبه تصعد لاولمبياد. البطوله طبعا زي ما حضراتكم سمعتوا مني في اول الخبر بطوله عالم هتلعب من 21 ل 28 الشهر اللي احنا فيه في بريطانيا.
المنتخب بيضم في صفوفه 10 لاعبين. طيب مين هم؟ 6 لاعبين وست رجال وأربعة سيدات. الرجال احمد جندي ومحمد الجندي الاخوان واحمد اشرف ومعتز وائل ومهند شعبان واسلام حامد، دول الستة الرجال. اللاعبات سلمى ايمن، عبد المقصود، وهيدي عادل، واميره انديل، وملك اسماعيل. وزي ما قلنا لحضراتكم قبل كده في خبر ان مهند شعبان لاعب منتخبنا بيتصدر التصنيف العالمي برصيد 195 نقطه، وبيجي من وراه البريطاني جوزيف تشونج صاحب ذهبيه اولمبياد طوكيو اللي فاتت في المركز الثاني برصيد 178، يعني فرق 17 نقطه عن بعض، وده رقم قليل جدا. بطوله العالم دي يعني ضمن 10 بطولات بتحتسب نقاطها في التصنيف الاولمبي المؤهل لباريس 2024. منهم 4 بطولات، 10 هنقولهم بقى تصنيفهم ايه. في 4 بطولات تحدي، اللي بيفوز بيهم بياخد 40 نقطه تضاف لرصيده، اما اللي يفوز بلقب كاس عالم، ودي واحده من 4، عندنا 4 كؤوس عالم، اللي بيفوز بواحده بياخد 60 نقطه. كل ده انت عمال تجمع عشان تتاهل، عندك 4 بطولات ب 40، وعندك 4 تانيين ب 60 نقطه، وعندك طبعا نهائي كاس العالم بيبقى عباره عن بطولتين كل واحده فيهم 80 نقطه. فانت طبعا هنا بتتكلم على تجميع نقاط مهم جدا، وتبقى الفروق قريبه، يعني بتوصل ل 1500 و 2000 نقطه، بيبقى الفرق 11 12 نقطه. ده بس عشان اوريكم قد ايه حجم المنافسه. والثلاثه الاوائل في البطوله دي هيتاهلوا مباشره الى طوكيو 2024. مهم جدا المنتخب، عايزين الخماسي يتاهل منه اكتر عدد ممكن. الاولمبيات هي طبعا مش مفتوحه، انت محسوم بمنافسات فردي وزوج، يعني ليهم حسبه كده مهمه جدا، انت مش مفتوح ان انت تشارك باكبر عدد، بس لازم اللي يروح يبقى ضامنين دايما ميداليه لمنتخب مصر. طبعا الاتحاد بيرأسه المهندس شريف العريان امين عام اللجنه الاولمبيه المصريه ورئيس الاتحاد الخماسي، في مجموعه كويسه جدا بيشتغلوا بيوفروا موارد للاتحاد، منها بيقدروا يصرفوا زائد الدعم اللي بيجي من الدوله المصريه متمثله في وزاره الشباب والرياضه طبعا برئاسه الوزير الدكتور اشرف صبحي. هنروح من الخماسي هنروح على الرمايه. الرمايه عندنا نجمنا الكبير والعظيم، يعني الحقيقه اللي احنا نفسنا يكون يعني ضفنا في حلقه من الحلقات، لانه الحقيقه يعني عامل شغل جاي جدا، عزمي محلبه، وخليكم فاكرين الاسم ده. ده صاحب بطوله العالم او كاس العالم اللي فات اللي تاهل ل 2024 خلاص. اشترك في بطوله عالم في اذربيجان وفاز بالبرونزيه. عزمي محلبه لاعب منتخبنا الوطني والبطل الاولمبي نجح في الفوز ببرونزيه بطوله العالم للرمايه بالبندقيه والمسدس، واللي بتتلعب دلوقتي في اذربيجان. شايفين الطبيعه عامله ازاي؟ لا حاجه هناك في اذربيجان يعني، بس الدول دي بتشتهر اكتر بالمصارعه بقى، واللي هي الالعاب الفرديه القتاليه بالمصارعه والروماني والمصارعه الحره، عندهم هم شاطرين فيها جدا. عزمي كان حقق المركز الثالث والميداليه البرونزيه دي بعد ما حقق 46 طبق من اصل 50، هو بيحقق احسن من كده بس يمكن كان باد لك. وجه بطل اليونان في المركز الاول بعد بطل فنلندا في المركز الثاني، من بعده بطل فنلندا في المركز الثاني. عزمي كانت اهل النهائيات بعد تحقيقه العلامه الكامله برصيد 125 طبق من اصل 125، هو ده عزمي، عزمي محلبه بيجيب بال 125 طبق من 125، تاهل للنهائيات بس في الاخر ما توفقش في 4 اطباق، خد برونزيه. الميداليه دي هي الثالثه لعزمي محلبه في بطولات العالم بعد برونزيه بطوله العالم باسبانيا وذهبيه النسخه اللي فاتت في كرواتيا، دي اللي تاهل فيها، اللي بياخد ذهب في بطولات عالم تك على طول شورت كات على طوكيو، يعني هو بيلعب في البطولات دي بس عشان ايه يحتك، انما هو خلاص راح باريس 2024. ويمكن عزمي محلبه من اوائل الرياضيين اللي تاهلوا ل 2024، من اوائل اللعيبه على المستوى الفردي ومن اوائل المنتخبات كمان اللي تاهلت لباريس 2024. طيب هنروح بعد كده لبطوله العالم للشباب للمصارعه. المصارعه برضو زي ما قلت لحضراتكم بيحاولوا يعملوا جيل جديد، بيحاولوا يعني يخشوا تاني على الخريطه العالميه. احنا المصارعه من ايام كرم جابر الحقيقه وبوجي وكده بعدنا، فاكرين انتوا كرم جابر؟ الحقيقه انا كرم جابر انا فاكر له لما خد الميداليه في اثينا، ميداليه اولمبيه، انا فاكر كويس اللقطه دي ما بتروحش، انا بس عايز اشاركها مع حضراتكم. لما جه كسب خد الميداليه الذهب في الاولمبيات، فمدربه جاي يجري عليه، انا فاكر اللقطه دي كويس، قام شال مدربه وراح واخده في على البساط يعني. فهو طبعا يعني بيعمل حركه معاه، فده كان الاحتفال اللي هم لما بيحتفلوا مع بعض بياخد نقطه منه. فمن ايام كرم جابر ومن ايام بوجي احنا الحقيقه ما عندناش اسامي في المصارعه نورت. خليكم فاكرين الاسم ده، مصطفى حسين. مصطفى حسين ماشي على خطى كرم جابر، والحقيقه نتمنى له كل التوفيق. اكبر دليل انه خد ذهبيه بطوله العالم للشباب المصارعه، ودي حاجه صعبه جدا، الله اكبر عليه يعني.
دي صورته. مصطفى حسين لاعب منتخبنا الوطني للشباب المصارعه الرومانيه، واللي قدر من لحظات انه يفوز بذهبيه بطوله العالم اللي شغاله دلوقتي في العاصمه الاردنيه عمان في الفتره من 12 ل 21 اغسطس. الف مبروك يا مصطفى. مصطفى كسب النهائي على بطل ارمينيا بنتيجه 4-2 في منافسات وزن تحت 67 كيلو جرام. يمكن ده الجديد، كرم جابر كان في وزن كبير فوق 90، انما مصطفى في وزن 67 ما كانش لينا كتير تواجد في الوزن ده. مصطفى كان بدا مشواره الساحق بعد الفوز على بطل كرواتيا بعدم التكافؤ 8-0 في الدور 32، وبعد كده فاز على بطل اذربيجان. زي ما قلت لكم الدول جان دي وكردستان يعني كويسين جدا في المصارعه، فاز على بطل اذربيجان ب 7-5 بنتيجه صعبه في دور ال 16، وده كان ماتش مهم ليه. في ربع النهائي قدر يكسب بطل تركيا ايضا بعدم التكافؤ 9-0، كان نتيجه كبيره قوي. وبعد كده فاز على بطل ايران 9-4، يعني مشواره ما كانش مفروش بالورد يعني. وبعد كده طبعا وصل ودي الميداليه الثانيه لمصر في البطوله بعد برونزيه فكري عيسى واللي حققها في منافسات وزن فوق 130 كيلو. ايوه الاوزان دي الاوزان بتاعت مصر 130 90، دي الاوزان اللي يعني حتى تلاقينا في الالعاب الكتير بتلاقي اوزاننا. يمكن احنا لما يعني حتى في كمال اجسام هتلاقينا في الوزن المفتوح هتلاقينا مكسرين الدنيا. طبعا وفاز فكري عيسى بيها بعد فوزه على بطل تركيا بنتيجه 3-1. الف مبروك للمصارعه المصريه، نتمنى ان شاء الله الاستمرار على ده لغايه ما نوصل باذن الرحمن لباريس 2024 وناخد ميداليه. احنا ماشيين كويس في الالعاب المهمه، يعني يمكن رفع الاثقال مهم جدا نركز فيها، المصارعه عندك كمان الخماسي، عندك يعني في العاب كده الرمايه، ممكن عزمي محلبه يفجر مفاجاه لو ظبطت معانا في باريس 2024. لو ظبطت معانا هتبقى مفاجاه، انا رايي كده، لان بالنتائج اللي انا شايفها على مستوى الالعاب الفرديه خاصه انت صعب تجيب ميداليه في العاب جماعيه. خلينا نبقى منطقيين، اسبانيا مش سايبه لحد حاجه، اسبانيا يعني زي ما بيقولوا واكله الاخضر واليابس في كل العاب، سله هتلاقيها، يد هتلاقيها، معرفش طايره اخبارهم ايه، بس لا طايره لا، يعني اسبانيا الحقيقه داخلين جامد في اوروبا، فمش هيدوك نفس بعد امريكا. انما في الالعاب الفرديه لا تقدر تاخد ميداليه واثنين وثلاثه. الكاراتيه طبعا خسرناه خرج بره، كنا خدنا ميداليتين في الاولمبياد اللي فاتت في الكاراتيه، السنه دي محرومين او ال 2024 محرومين من الكاراتيه، بس نقدر نعوض في العاب اخرى. كده الحقيقه اخبارنا تكون خلصت في النصف الاول. زي ما قلت لحضراتكم في مستهل الحلقه، احنا حلقتنا النهارده في النصف الثاني عن الكاراتيه، عندنا اثنين لعيبه بنت وولد. الولد مواليد 2008 اللي هو النجم بقى ادم احمد مواليد 2008، لعب بطوله افريقيا مع منتخب مصر، ابن النادي الاهلي، فاز بالميداليه الذهبيه ورجع مصر منذ ايام يمكن ساعات كمان. عندنا نجمه كمان تحت 16 سنه لميس عبد الله احمد مواليد 2007، واللي برضه خدت ميداليه ذهب مع منتخب مصر، اللي طالعين من الكاراتيه الاهلاوي، هيكونوا معانا وهيكون معانا كمان مدربهم كابتن محمد الاشقر، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، وزي ما اتكلمنا وقلنا في بدايه الحلقه انه الحلقه النهارده او النصف الثاني او الفقره الحواريه مع ابطال الكاراتيه. زي ما قلت لكم انه عندنا مدرسه كبيره في الكاراتيه وخرجت يعني عظماء لغايه ما وصلوا لميداليات اولمبيه، طبعا راسهم الدكتوره جانا فاروق. النهارده معانا اثنين نجوم تحت 16 سنه مواليد 2007 و2008، لعبوا مع منتخب مصر ولاد النادي الاهلي، ولعبوا مع منتخب مصر وخدوا بطولة افريقيا. هيكون معانا في البدايه كمان مدربهم ايضا في النادي كابتن محمد الاشقر. اهلا بيك يا كابتن محمد. اهلا وسهلا، منورنا ومنور قناه النادي الاهلي. شاكر جدا استاذ، واكيد انت اسعد واحد بالانجاز ده السنه. طبعا اكيد. طبعا بنرحب بلميس عبد الله، طبعا نجمه النادي الاهلي ومنتخب مصر وتحت 16 سنه، واللي حصدت ميداليه افريقيا او ذهب افريقيا اللي معايا النهارده في الاستوديو. الف مبروك يا لميس. الله يبارك في حضرتك، منوره قناه النادي الاهلي. شكرا من حضرتك. خلينا اجي لك يا كابتن، يمكن حضرتك مدرب لميس في المنتخب وفي النادي، الاثنين في النادي وفي المنتخب. تمام. اكيد طبعا يعني انت لما بتبقى مدربه في النادي طبعا ده النادي الاهلي، بتدي كل وقتك وجهدك. في المنتخب انت عندك قماشه اكبر، عندك لعيبه اكتر، فبيكون الاختيار هنا صعب، ما بقاش بس على النادي الاهلي. طب ازاي النهارده اخترنا لميس وازاي وصلنا بيها لافريقيا؟ هو اختيار اللعيبه اللي بتسافر لبطولات افريقيا او البطولات الدوليه بيخضع الاول لمعايير المنتخب هو اللي بيحطها. زي ايه مثلا؟ التصفيه بين اللعيبه وبعضها. مين اللي بيخش التصفيه؟ مصنفين الكام مثلا؟ المصنفين اللي هم ابطال الجمهوريه اول ثاني ثالث رابع لحد الثامن، يعني اخر تصفيه احنا عملناها اللي هم هيسافر منها ابطال افريقيا اللي هيلعبوا بطوله افريقيا كانت من الاول للثامن. في كل مرحلة سنة يعني أول وثامن بتاخدوهم زي معسكر، وبعد كده بيبتدي التصفية ما بينهم. تمام. بناخد كام لاعب أو كام لعيبة من مرحلة؟ لا احنا كنا بطولة أفريقيا بناخد الأول بس. يعني الثمانية
لميس طلعت اول. لا مش 8 كمان، ده احنا عندنا كان التصفيه بتاعت المنتخب بين مرحله 2007 وكان في لعيبه 2008. مع النهارده ادم 2008 تمام، فدخل صفه مع 2007 بالظبط. الله اكبر. لان هي بتخضع ثلاث مراحل سنيه مع بعضها فعلا. يعني انتوا طب انتوا كنتوا 7 8 وكام؟ و 2007 2008 و وكان في جزء 2009 هو هتبقى بين 7 و 8. يعني ده دي يعني مرحلة يعني 16 لاعب ولاعيبه كده ولا في الجمهوريه بتبقى 2008 و7 بيلعبوا مع بعض برضه؟ لا احنا واخدين كمان من كل مرحله 8 لعيبه، يعني 24 لعيب ما بين 2007 و 8 و 9. وما شاء الله لميس وادم هيكون معانا كمان شويه، خدوا الاول وراحوا افريقيا. الموضوع صعب، وكمان الكاتا هم بيلعبوا كاتا، الكاتا لعبه استعراضيه اكتر، فالهمسه بتفرق يعني طبعا. يعني محتاجه تركيز كبير جدا. وبعدين المعيار ده اللي بيطبقه الحكام، مش احنا كمان كمدربين. لا يعني مش انت كمدرب، هو بيخلي الموضوع عشان يبقى فير اكتر حكام الاتحاد هم اللي بيختاروا، بيبقى في لجنه حكام طبعا، حكام كلهم دوليين وهم اللي بتبقى طبعا الكومبيتيشن بتاعتهم بتبقى منافسات اللعيبه بتقسم مجموعات. طبعا صعب خلاص، وبناخد رقم واحد بس في التصفيه. يعني لميس انت 24 لاعيبه كانوا معاكي في المعسكر بالظبط، وانت ما شاء الله الاولى عليهم، وانت كمان 2007 انت كبيره، ولكن ده مش معيار. ما عندنا ادم اتخذ 2008 بالظبط. طيب يعني انت لما بداتي الموسم كنت عارفه ان في افريقيا، كنت متوقعه ان انت تروحي ولا قلت الموضوع صعب قوي ازاي هطلع الاولى على كل دول؟ لا انا كنت حاطه الموضوع في دماغي وكنت شغاله عليه، حتى الحمد لله في النص كده جالي اصابه في كتفي، بس الحمد لله اشتغلت ورجعت تاني، و كنت حاطه الموضوع في دماغي يعني، حاطه هدف ليا ان انا ان شاء الله اطلع افريقيا. طب بطوله الجمهوريه انت خدتي مركز ايه؟ الجمهوريه اللي فاتت كنت جايبه 5 جمهوريه. 5 صعبه قوي، 5 جمهوريه وانت اللي تتاهلي. كنت في الجمهوريه كنت داخله كان عندي اصابه شويه جامده في كتفي، فكنت داخله بس كده عشان المنافسه، بس الحمد لله يعني جبت. طب قبل الجمهوريه ده كان التحدي بقى، ان انا النهارده 5 جمهوريه وبعدها مباشره انضم للمنتخب، وبعد كده يحصل تصفيه بين اللعيبه من الاول للثامن في ثلاث مراحل سنيه، وان انا اخد اول صعبة التصفيه بالظبط. ده غير الكومبيتيشن بقى اللي في البطوله، انا بتكلم ده احنا طالعين من مصر هنا طالعين يعني بصعوبه. طيب انت لما بدات الاعداد او لما اتصبتي بعد الشر خلاص يا رب ان شاء الله ما تتعادش تاني، انت كنت قبل الاصابه لعبت بطولات؟ يعني مش الجمهوريه، قبل الاصابه كان في بطولات لعبتيها؟ قبليها لا، بس كنت بعديها على طول طلعت بطوله في كرواتيا، كانت يوث ليج ليا في كرواتيا. طلعتي مع الاهلي ولا مع المنتخب؟ لا مع المنتخب. منتخب طلعت الحمد لله، كنت كسبانه الايطاليه والاسبانيه، كسبانه ناس كويسه جدا، بس طلعت في السيمي فاينل. بس كانت منافسه حلوه وكانت احتكاك حلو. كنت كام لعيبه هناك في البطوله؟ لا كنا كتير يعني. لا انت كمنتخب مصر سافرت، ودي صورتك في البطوله صح؟ دي بطوله افريقيا. بطوله افريقيا كانت في المغرب طبعا. عارف الصاله دي بتلعب فيها كل حاجه. طيب قولي لي يعني قبل البطولات، طب في بطولات محليه مثلا هنقول مش المرحله دي، لما كنت انت الصغيره في تحت 16 يعني مكان 2008 دلوقتي، ولعبت الجمهوريه عملت ايه؟ جبت ثالث جمهوريه. ثالث ما شاء الله، ده انت تاخدي واخده الموضوع تحدي جامد جدا. يعني ان هي ما بتاخدش اول في بطولاتها وتخش عندها تارجت انها تسافر وسافرتي، فالموضوع صعب. لا الله اكبر عليك، واضح ان انت يعني كنت حاطه الموضوع في دماغك. طيب دخلنا لصفات المنتخب، جمعته فين او كنت بتمرنوا فين؟ مركز اولمبي. كنا بنتمرن في استاد القاهره شويه لحد بعد التصفيه، قبل البطوله بشويه كده رحنا المركز الاولمبي. طيب التصفيه كان معسكر مفتوح؟ يعني التصفيات كانت معسكر مفتوح، بتروحوا البيت ولا كنتوا قاعدين في معسكر مغلق؟ احنا كناشئين كنا معسكر مفتوح، كنا بنروح البيت عادي وبنرجع تاني للناس اللي هي مسافره بس بعد التصفيه يعني. والتصفيه فاكره خدت كام يوم؟ يعني قعدتوا كام يوم تصفوا؟ لا هي التصفيه كانت يوم واحد بس. يوم واحد بالظبط. ماتشات بقى بلعب كل اللعيبه اللي موجوده في السن. طيب والتصفيات اللي اتلعبت كانت يوم واحد بس بالزبط. وكان ال 24 لعيب يوم واحد تم الاختيار منهم، انت اللي طلعتي منهم وسافرتي المغرب. طب قولي لي شعورك ساعتها ايه بقى لما الحكام بيعلنوا النتيجه وان انت خلاص الاول وان انت اللي هتسافري، شعورك ايه؟ لا كان شعور حلو جدا، وكنت فرحانه جدا بالانجاز ده بالذات اني عديت بشويه تحديات يعني صعبه في قبل التصفيه، وكنت طيب بقى اركز ان شاء الله في افريقيا نعمل نتيجه حلوه وبشيل اسم مصر بطريقه. كان معاكي مين في التصفيه، بابا ولا ماما؟ لا كان معايا بابا. كان معاكي بابا وكان حاضر التصفيات طيب وايه اللي حصل بعد ما يعني اول ما طبعا بيتم الاعلان ازاي؟ يعني بيقولوا لك انت الاول ولا بالنتائج ولا ايه؟ بقى في حكم هي بتقدر بالدرجات، بتعلن على اللوحه مثلا ولا الحكم بيجي يقف ما بيني انا واللعيبه وبيرفع ايده ناحيه اللي كسبت. فانا لما كسبت الحمد لله يعني
بابا عمل ايه بقى؟ لا بابا فرح جدا، كان مبسوط جدا يعني، كانت لحظه جميله جدا. طب رحنا افريقيا بقى، افريقيا كانت ايه والوضع كان مين ابرز المنافسين ليكي؟ الدول اللي مشاركه كانت ايه؟ ابرز المنافسين كانت المغرب لان هي تلعب على ارضها، والبنت اللي كانت بتواجهني كانت جايبه اول شمال افريقيا. فطبعا غير ان هي ما شاء الله قويه وكويسه وبتلعب على ارضها، فكانت منافسه كويسه جدا. انتوا المنافسات كانت يوم؟ كانت يوم واحد بس. يوم واحد الصبح وبالليل. كانت صبح وبالليل الفاينلز بالليل والصبح. طب عدد اللعيبه اللي كانوا في المرحله السنيه بتاعتك او اللاعبات كانوا كام لاعب تفتكري؟ مش فاكره بالظبط، بس احنا كنا تقريبا في حدود ال 12 لعيبه حاجه كده. كتير مش قليل بالظبط. وصفيتوا وبعد كده لعبتوا تصفيات الصبح والفاينل بالليل. بالظبط. طيب يعني كنت حاسه وانت هناك، اصل ده برده بيبقى شعور 16 سنه بيبقى الواحد لسه صغير. لما روحتي وحطيتي رجلك في المغرب حسيت انت تكسبي ولا قلتي ايه ده، ايه الزحمه دي وايه اللعيبه دي انا مش عارفه اعمل ايه؟ لا لا بالعكس خالص، انا كنت داخله وعندي ثقه في اول حاجه طبعا في ربنا ان هو مش هيضيع مجهودي واني هعمل اللي عليا، وان شاء الله النتيجه هتبقى حلوه جدا. مبروك. الله يبارك فيك. هنكمل كلامي معاكي بس بعد الفاصل. اعزائي المشاهدين نطلع لفاصل، بعد الفاصل نرجع نكمل كلامنا عن تحقيق الميداليتين الذهب في بطوله افريقيا للشباب او الناشئين 16 سنه، ولكن بعد الفاصل. مكملين حوارنا عن فوز طبعا بطل وبطله تحت 16 سنه في النادي الاهلي ببطوله افريقيا في الكاراتيه، ونكمل حوارنا مع مدربهم كابتن محمد الاشهر. كابتن، يمكن في يعني عرفت منك في الاوف اير ان حضرتك ما سافرتش مع لميس. تمام. بطوله افريقيا كنت بتتابع الماتشات ازاي، بتوجهها ازاي؟ هو بدايه لميس طبعا لما سافرت كرواتيا كانت نفس القصه لانها كانت مسافره لوحدها، وده كان يعتبر اول بطوله دوليه هي تلعبها. فحتى في كرواتيا انا كنت بتابعها بالتليفون بس كده، بكلمها على الماسنجر. وحتى هي كانت تعليماتي معاها من قبل السفر، اعتبري نفسك انت المدرب بتاع نفسك، انت اللي بتكاتشين على نفسك، افتكري كل حاجة احنا اتكلمنا فيها. والكلام ده طبعا بالتليفون كنت برضو بقوله لها تاني، خلي بالك ركزي في كل حاجة احنا اتكلمنا فيها، عينيك على الماتش بتاعك، مالكيش علاقة بالمنافس اللي انت هتلعبيه. يعني حتى هي في البطولات انا معودها هنا في مصر لما بتيجي تسألني انا هلاعب مين، ولا ما تشغليش بالك باللي احنا هنلعبه، انا عايزك تركزي بس في الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها من الناحية الفنية، انما اللي هتلعبي مين دي مش بتاعتنا خالص. يعني انا عايزك تفكري في نفسك اكتر ما تفكري في المنافس. فهي بصراحه شاطره في الجزئيه دهيا. وبعدين انا كمان عشان مدرب لميس من وهي عندها 4 سنين. اول ما بدات كاراتيه كان عندها 4 سنين. 12 سنه مدربه. انا مدربها من 12 سنه. طول الفتره دي ما اتغيرتش مثلا او جه مدرب تاني؟ لا لا ده انت ممكن ده هي ده انت تمرضها وهي بيبي صغير. يعني انا فاكر لميس هي انا لبستها البدله كده وربطت لها الحزام الابيض وهي لسه 4 سنين. عموما من بره الملعب انا من جوه الملعب بفهم الكابتن عايز يقول لي بس من نظره، يعني هو بيبقى باصص لي انا بس عارفه هو هيقول لي ايه وعارفه هو عايزني اعمل ايه بس من النظر يعني. فزي حاجه جايه لي بطريقه ايجابيه جدا حتى في الملعب. انا مسافره يعني 12 سنه مدرب يمرنك بالظبط يعني بابايا الثاني، يعني معتبر زي بابايا الثاني. طب قولي لي بقى توجيهات الكوتش ليكي قبل الماتشات بيقول لك ايه؟ يعني قولي لي هو قال ان انت كوتش نفسك انت بكاتشيني، طيب ايه التوجيهات الفنيه اللي بيقولها لك؟ ايه الحاجات اللي دايما بيذكرك بيها قبل كل ماتش؟ على طول بيفكرني ان انا ما اشغلش بالي بالمنافس، على طول ماليش دعوه باللي قدامي، انا اللي عليا ان انزل اعمل اللي عليا على الملعب، اوري الحكام لعبي وستايلي، استمتع بلعبي. طبعا حاجات فنيه بسيطه الكابتن بيقعد ياكد لي عليها بس قبل ما انزل. زي ايه مثلا؟ ادينا حاجات فنيه كده هنفهم برضه، هنحاول نفهم معاكي. قولي. يعني مثلا في الكاتا ان انا اقسم الكاتا، اني اركز في سرعتي في قوتي في طول الحركه، الحاجات دي كلها يعني حاجات مهمه جدا الكابتن بيفكرني بيها قبل ما انزل الملعب. بتقلقي قبل الماتشات؟ طبعا اكيد ببقى قلقانه، بس بيبقى معايا منتل كوتش على طول معايا على التليفون برضه، عشان خاطر القلق ما يبقاش زياده. هو القلق اكيد هيبقى طبيعي معايا في قبل الماتش، حتى بالذات ماتش الفاينل ده، بس يعني الحمد لله كنت قادره امانج ان اخليه يعني كويس ما يصيرش على مستواي. طب المنتال كوتش يعني برضو بيقول لك ايه قبل الماتشات؟ برضو عايز انا التفاصيل دي، يعني بيقول لك ايه مثلا لما تيجي تكلميه وعندك ماتش وحاسه ان انت متوتره شويه بيقول لك ايه؟ ونفس الكلام بيتكرر ولا بيبقى كل ماتش بيقول لي كلام مختلف؟ لا هو بتبقى تقريبا نفس كلام كابتن محمد، من ناحيه ان انا اركز في لعبي واركز استمتع بلعبي واركز بس في الفنيات بتاعتي والحاجات دي، وماليش دعوه باي حد بيلعب قدامي، واعتبر نفسي بلعب لوحدي مش حوالي اي حد. طب لميس انت اخترتي الكاراتيه ليه؟ يعني ايه البدايه؟ كانت مثلا انت كنت عضوه في النادي بتروحي تتفرجي، يعني ليه الكاراتيه؟ اخويا الكبير كان بيلعب كاراتيه. فعلا؟ اكبر منك بقد ايه؟ 3 سنين. 3 سنين ولسه بيلعب؟ لا بطل بس لسه مبطل قريب يعني.
هو كنت بشوفه بيلعب وكان عاجبني قوي لعبه، وكان ما شاء الله بيكسب ويجيب اول على طول وكده، فكنت مبسوطه جدا للعب حتى عموما اوفرول يعني. بس فدخلت جربت كده. طب ليه الكاراتا مش الكوميتي؟ ليه اختاروا المدربين هم اللي وجهوكي؟ لا لا، بس انا كنت الاحسن بالنسبه لي انا كلاميس اللي كان شددني اكتر الكاتا. كاتا بالظبط. كوميتي فيها شويه ضرب وبتاع وحاجات زي كده. لا انا مش عايزه الكلام ده يا جماعه، ما تضايقونيش، انا جت بسط. كنت عاجباني الكاتا قوي بس. طيب ومين اكتر كان بيبقى متابع تدريباتك اكتر ويجي معاكي ويروح، بابا ولا ماما اكتر فتره الطفوله بالذات؟ الطفوله كانت ماما، كانت على طول معايا، وبابا طبعا برضو على طول معايا دلوقتي. بس ماما زمان كانت معايا كتير. البنت حبيب باباها يا باشا. بص يا بس بص يا ماما وبتاع، بس بابا بيجي معايا. بابا ربنا يخليك ليهم يا رب. طب كابتن قول لي، يعني يمكن الكاراتيه بيبقى اللعيب من هو صغير، زي ما انت شفت في لميس اكيد شفت فيها حاجه يعني، وهي صغيره وهي لسه بتلعب وهي جايه طفله، انت راجل خدتها وهي 4 سنين يعني، ما فيش انت يعتبر والدها. او على فكره انا كنت مدرب اخوها الكبير اللي كمان. اللي هي قال انت واخد العيله كلها ما شاء الله. واخوها الاصغر كنت انا برضو ممرنه. فلميس كانت الاول كده اخوها بتمرن معايا، كانت بتيجي تلعب حوالينا وبتاع. ففعلا زي ما حضرتك بتقول كده، يعني الجو يعني واخد ان انا يعتبر حد من العيله، مش موضوع ككوتش يعني. طب ايه اللي شفته في لميس يعني؟ هلا كنت شايفه في اخوها، لان اخوها كان ما شاء الله بطل، واضح انه كان بطل يعني. كان بلفت نظري ليها ان هي بتيجي تركز في التمرين يمكن اكتر من اخوها. والله فعلا مركزه. والموضوع شديدها جدا، واللعبه هي حباها، وتيجي تنطط حوالينا وتادي، مع انها مش فاهمه، هي بتقلد بتقعد تعمل حركات كاراتيه. عجبك كده الكاركتر ده؟ بدايه كويسه. الطفل يبقى كده. وهي ما شاء الله هي من صغرها ذكيه وروحها حلوه في التمرين، وبصراحه هي مرتبطه بيا جدا فعلا زي ما قالت كده، ان انا زي والدها. فحته ارتباطها بيا دي انا زي ما برضو يعني انا بحسها كمان وهي على الملعب يعني. انا لميس مجرد ان انا ابص ابقى عارف ان هي تشتغل كويس ولا مش هتشتغل، مركزه ولا مش مركزه. من بعيد. فحتى كان برضو في فتره كده دايما يعني بمناسبه باباها تبقى مركزه مع باباها ومامتها برضو عشان ارتباطها بيهم. فالجزئيه دي احنا مؤخرا بدانا نتخلص منها شويه. يمكن إيه بابا ماما مش انا بابا انا بابا اكتر منهم يعني. بابا ماما خلاص ما بابوش يجوا خلاص. لان هو احنا بيبقى مطلوب طبعا في المنافسات ان احنا تركيزنا كله يبقى في الملعب، ما يبقاش مع حد بره. وبالشكل ده احنا نوصل لافضل نتيجه بصراحه. صح. يعني فالجزئيه دي لما بدانا كمان نركز فيها، ده اللي خلاها توصل ان هي تلعب حتى بالتليفون بقى. خلاص انا مش معاكي بالظبط، انا مش معاكي كمدرب، ولكن اقدر اكاتشن عليكي بالتليفون، او ان انا اكلمك اقول لك مثلا التعليمات اللي احنا محتاجين ننفذها في الماتشات. هي خلاص حلوه الحاله اللي ما بين المدرب واللاعب دي يعني. انتوا يعني حلو ان يبقى المدرب يعني بيتعامل مع اللاعب، مش ان هو لاعب، بيتعامل معاه ان هو ابنه، وان هو عايز يوصله الحاجة، او بنته عايز يوصله الحاجة يعني. حلوة الحالة دي، انا يعني ما شفتهاش كتير ان يبقى في مدرب مع لعيبه على الهواء. بس انا حاسس ان بينكم من بعض 12 سنة بتمرن نفس اللاعب او اللاعبة، ووصلت بيها لبطولة افريقيا. طب انا هسألك على حاجة لميس، انت اكيد يعني بتحس ان في نقط ضعف، وكل بني ادم ليه نقطة ضعف. طيب انت ايه اللي شايفة محتاجة تشتغلي عليه اكتر؟ خلينا ايجابيات في ايجابيات، بدليل الذهب معانا. طب ايه بقى اللي انت شايفاه لو اشتغلت عليه هيخليك تروح حته تانية خالص؟ هو طبعا اكيد انا لسه في حاجات كثيره محتاجه اشتغل عليها، من ناحيه بقى الخبره، من ناحيه الاحتكاك، الحاجات دي كلها، لان افريقيا برده كانت اول بطوله رسميه ليا العبها. فطبعا لسه في خبره جايه، وان شاء الله ربنا يوفقنا ونروح بطوله العالم 2024. ففي النص طبعا هشتغل على. انت كده اتاهلت ليها؟ لا لسه تصفيات، مش دلوقتي، لسه قدام شويه. مش بطل افريقيا بيروح ولا هي بتبقى شويه بمعايير مختلفه. بس هي مش بتبقى افريقيا بس، مش يعني بتبقى افريقيا بس. تمام. بس فطبعا حاجات بدني، حاجات فني، حاجات كتير قوي محتاجه اشتغل عليها تاني، واشتغل على نفسي حتى بمنتاليتي، كل الحاجات دي محتاجه اكيد احسن. وهيحصل. وانا عاجبني انه انت حاسه ان انت لسه ما عملتيش حاجه. لسه ان شاء الله اللي جاي احسن. يعني خدت ذهب وانا 16 سنه برده ما عملتش حاجه. بس خليني بقى نشوف الميداليه. انا دايما زي ما عودتكم كده، الميداليه يعني ما شاء الله كبيره، وميداليه حاجه يعني. دي كانت بطوله افريقيا في المغرب، وليها طبعا اللوجو بتاع المسجد الكبير في المغرب اللي هو مشهوره بيه المغرب، موجود على ظهر الميداليه. وانا عايز اقول لكم الميداليه تقيله يعني. انا يعني شفتها في البدايه كان ده تعليقي بس، حاجه الله اكبر يعني.
زي ما بيقولوا شغل فاخر فاخر يعني حاجه جامده جدا جدا. لا مبروك. طب يعني خليني اقول لك يا كابتن برضو انه اتفضل اكيد ليك بلان للميس الفتره الجايه، واكيد لميس برضو مش لوحدها، اكيد معاها لاعبات في نفس سنها في النادي الاهلي. انت حاطط لهم خطه ازاي؟ شايف ازاي اداره طويل ازاي؟ شايف ازاي نشوف جيانا؟ يعني جيانا فاروق دايما في كل مكان كان بيتكلم مع كابتن محمد عبد الرجال مدربها، وقد ايه هو كان ليه فضل عليها، وهما الاثنين صحابي الحقيقه سواء جيانا او كابتن محمد عبد الرجال. انت كمدير فني بقى او مدرب، شايف ازاي تقدر توصل بيهم للحته اللي وصلت ليها جيانا فاروق؟ هو مبدئيا الحمد لله الحاله اللي كانوا واصلين ليها مثلا كابتن محمد وبطلتنا جيانا، يمكن احنا عايشين نفس الحاله. لميس من صغرها اساسا من وهي عندها 4 سنين، فكنت دايما اقول لها بطله مصر الصغيره. ما شاء الله، ده كان الـ 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 اللقب اللي انا بقوله لها. هتكرره لها صدقته؟ اه بالظبط. وهي فعلا هي من صغرها لاعبه ككاريزما وبطله على الملعب، واول السن بتاعها من صغرها من وهي. طب هتلاعبها سيدات امتى؟ لا بعد يعني احنا عندنا لسه هي في مرحله الناشئات، لسه بتتصعد بعد كده. بيلعبوا اصغر. اه بالظبط. ناوي تدخلها امتى المعترك ده؟ يعني هو احنا مثلا في العاب بيقول لك عند 17 سنه او 18 سنه ادخلها سيدات او ادخلوا رجال. ما احنا عندنا من سن ال 18 احنا اوريدي، بعد يعني هي بعد افريقيا خلاص هتلعب شابات. خلاص يعني هي دلوقتي خلاص اتنقلت لل. طب الشابات بقى بالنسبه للسيدات الكبار، يعني خلاص الشابات هتلعب فيه لان دي مرحله السنيه من بعد ال 18 سنه بتلعب، بتتنقل بقى السنه. مفيش 20 سنه؟ لا مفيش. احنا عندنا المفروض ان في تحت 21، بس يمكن احنا عندنا التقسيمه بتاعتنا في المنتخب ناشئات شابات انسات. طيب الانسات ممكن تلعب بسن اصغر، يعني ممكن وهي في سنها ده تخش بطولات انسات، ولا بيبقى يكون صعب؟ لا الاتحاد ما بيرضاش. لا هو اساسا حتى في المعايير الدوليه هي بتنطبق المرحله السنيه نفسها حسب تاريخ الميلاد. يعني هي يعني اصل عندنا مثلا في الالعاب الجماعيه بيقول لك صعدت اللعيب، صعدته يعني لعيب يبقى عنده 16 17 سنه يصعدوا درجه اولى. هو ممكن في يعني عندي مثلا في الدوريات بيبقى ده ان انا ممكن العب ناشئات وشابات. أيوة. يعني بستعين بلاعب من ناشئات او اثنين بصعده في فرقه الشابات، بس مش مع الانسات. لا ما بصعدش. لا لا بس ده احسن بيني وبينك، انا شايف ان ده احسن لان الجهاز العصبي يكتمل. بالظبط. ما اقدرش ادخله في منافسات اقوى، خاصه ان الكتا لعبه عصبيه شويه، محتاجه ضبط عصبي واداء حركي عصبي، فلو انا دخلته مع ناس اكبر منه وجهازهم العصبي اقوى ممكن يتظلم. وبعدين هو الفكره ان انا كمان زي ما حضرتك بتقول ان العب ناشئات مع الكبار. احنا يمكن عندنا منتخب اليابان اساسا من افضل المنتخبات اللي موجوده على مستوى العالم طبعا. نعم. بجانب مصر على فكره، لان مصر مصنف اول عالم في الكاراتيه ما شاء الله. يعني سجال بيننا وبين اليابان، ممكن اليابان تبقى اول في سنه ومصر بعدها اول، بدليل الحمد لله نتائجنا اللي حصلت في طوكيو 2020. بالظبط تمام. فاليابان ما بتشتركش خالص في اي بطولات دوليه بمراحل الناشئات، ويمكن عدد قليل من الشباب والشابات. بس ده حلو، ده فكر كويس انه بيدي اللاعب واللاعيبه وقت الجهاز العصبي يكتمل. بالظبط، انه بيشتغل معاه براحته وكل الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها اللي ناقصه، سواء المينتاليتي او عمليه اكتمال الجهاز العصبي والجهاز العضلي والكلام ده كله، هو فيسيولوجيا بيبقى اللاعب اكتمل خلاص بيشتغل عليه براحته، ما يحصلش عليه ضغوط سواء ستريس من ناحيه التدريب او الناحيه ان هو يبقى اللاعب نفسه. خلاص بتبقى خبرته كمان كلاعب كل حاجه عنده، اقدر ان انا نافس بحريتي. طب لميس، يمكن برضه اخد من كلام الكابتن واجي لك، انت نفسك فيه، نفسك تحققي ايه؟ خلي بالك احنا برضه بنسال كل اللعيبه الصغيرين اللي بيجوا لنا، لان ممكن بعد سنه اتنين بيحصل الحلم بيكون حقيقه وبنفكرك بكلامك. ايه بقى؟ ايه نفسك؟ ان شاء الله ان شاء الله اجيب اول عالم في بطوله العالم ان شاء الله. طبعا كانت هدف من اهدافي زمان اني اجيب اول افريقيا، فالحمد لله دي عملتها الحمد لله. ان شاء الله بتستعد بقى لبطوله العالم الجايه ان شاء الله. وخلي بالك انت حظك حلو، انت سنك هيسمح لك في لوس انجلوس، انا سامع احتمال يدخلوا الكاراتيه تاني في الاولمبياد بنسبه كبيره. بنسبه كبيره، فطبعا انت هيبقى انت جيلك بقى هو اللي هيبقى موجود، فليه لا ميداليه اولمبيه كمان ان شاء الله. لان الناس زعلانه كلها ان الميداليه او الكاراتيه خرج من الالعاب الاولمبيه. فرحت لما جينا خدت الميداليه؟ طبعا اكيد طبعا كلنا فرحنا جدا طبعا اكيد. لميس انا بشكرك شكرا جزيلا، والف مليون مبروك على ذهب افريقيا، اتمنى لك ان شاء الله بطوله العالم الذهب باذن الله ان شاء الله. عايزين مشاهدينا نطلع لفاصل عشان نستقبل بطلنا الثاني بقى، نستقبل ادم احمد ادم مواليد 2008 واللي لعب بطوله افريقيا مع منتخب مصر ابن النادي الاهلي واللي فاز ايضا بالذهب، ولكن بعد الفاصل.
اهلا بحضراتكم من جديد، وفي البدايه بنرحب بادم احمد ادم، لاعب النادي الاهلي تحت 16 سنه، مواليد 2008، وصاحب فضيه افريقيا في بطوله الكاراتيه، واتعاملت في المغرب منذ ايام. اهلا بك ادم، منورنا قناه النادي الاهلي ومبروك. الله يبارك في حضرتك. طب يمكن يعني ادم ابن النادي الاهلي، انت مش مدربه. تمام. طيب ازاي شارك ادم وازاي وصل في التصفيات؟ يعني كلمني عن مشوار ادم. مشوار ادم هو ما شاء الله من لعيبه الابطال المميزين على مستوى مصر في المرحله السنيه بتاعتهم، وخضع لنفس التصفيات بتاعت بطلتنا لميس بنفس المواصفات بالظبط اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده. برضو كان مع مرحله، يعني ادم بيلعب مرحله 2008 ما شاء الله، وكمان اتاهل على 2007 كله بالظبط، اتاهل على 2007، وكان في طبعا نفس المنافسه الشرسه اللي موجوده في التصفيات في مصر، لان احنا ما شاء الله عندنا لعيبه اقوياء جدا في كل المراحل السنيه. وبعدين لما بتيجي تعمل التصفيه مش بتلعب لعيبه عاديين، هم كل اللعيبه اللي انت بتنافسهم اساسا هم معاك جوه المنتخب، فكلهم ابطال. صحيح. فاحنا عايزين ناخد رقم واحد في الابطال دول، حاجه و30 لعيب بتاخد منهم بالزبط. رقم واحد بتبقى منافسه صعبه بالظبط. فما شاء الله ادم زي ما قلت لحضرتك من لعيبه كويسين جدا ما شاء الله. وعندنا المرحله دي خصوصا في النادي الاهلي 2008 مرحله 2008 ولاد وبنات كويسين، ممتازه جدا، مرحله قويه جدا، والمنافسه حتى الداخليه بينهم وبين بعضهم صحيح. في السن قويه. وعندنا الفاينل بتاع الجمهوريه من واحنا 10 سنين 11 سنه 12 13 14 سنه أهل. بيبقى الفاينل اهلي ما شاء الله. طب ادم انت قعدت كام يوم في المغرب؟ 6 ايام. قعدت اسبوع تقريبا. اسبوع. طيب الفاينل كان مع مين يا ادم؟ واد مغربي. المغرب كان. طيب كان الفرق قريب في الفاينل؟ يعني انت خدت فضه، كان الفرق قريب ولا كان يعني الفرق كبير؟ يعني انت خسرت ازاي في الفاينل؟ هو احنا كل واحد عمل اللي عليه. برافو عليك. بس توفيق ربنا. توفيق ربنا. بس انت عملت اللي عليك. كل حد عمل اللي عليه. طبعا. طيب يعني لما دخلت التصفيات انت 2008 وكان معاك 2007 و2009، كنت حاسس انت تطلع الاول؟ لا. انت ما فيش ما يعني ما كنتش متوقع ان انت تطلع. يمكن دي حته برضو يعني بتبقى صعبه من اللعيبه، ان هو يعني يبقى داخل التصفيات وهو كمان سنه صغير ومعاه 2007، تبقى صعبه. بالظبط. بس احنا بنحاول نعالجها سيكولوجيا بقى مع اللاعب. ازاي يا كابتن بتعملوا ايه؟ بتتكلم معاه ان انت لاعب بطل زيك زي اللعيبه اللي موجودين، السن بتاعك، لان السن بيبقى يعني ممكن تبقى شهور فرق في السن. صحيح. فانا مش عايز المعيار ده يبقى بالنسبه له عقبه في التصفيه. بالظبط. لان هو ده اللي حصل مع ادم في المغرب، يعني اللاعب اللي كان بيلعبه اساسا بطل المغرب، على فكره هو لاعب كويس، مش لاعب يعني، هو مصنف رقم 5 على العالم طبعا. وادم لعب ماتش قوي جدا معاه، وعلى فكره من ضمن الحاجات برضو ان احنا بنقول ادم يعتبر بالنسبه لنا هو مش لاعب خسران، لا هو الفرق طبعا طبعا. الفرق بينه وبين اللاعب في الفاينل كان 3 من 10 في ال خبره جدا جدا، فرق بسيط جدا يعني، هو ما شاء الله يقدر. دي كانت اول بطوله ليك الرسميه تروحها افريقيا دي؟ لا، اول بطوله اسافرها في حياتي. اول بطوله سافرها في حياتك؟ يعني يمكن لميس لعبت كرواتيا، انت دي اول بطوله ليك، كنت قلقان وانت مسافر؟ انت شكلك بص، شكلك بص يعني شكله بص قلبه ميت. ايوه. فدي حاجه كويسه. طيب لما رحت المغرب وشفت اللعيبه قلقت؟ قلت لا ممكن اخسر بتاع خالص؟ طيب ومدربك ما كانش معاك صح؟ طب كان بيكلمك بعد البطوله؟ مين مدربك؟ كابتن محمد عبد القادر. كابتن محمد. كابتن محمد. طيب ايه الصوره دي؟ طيب فكرني بالصوره دي كده، مين ده؟ ادم بيبص لي بيضحك. ده انت مركز وبتاع والبصه. لا البصه تخوف، تصدق انا خفت يا ادم. دي كانت فين؟ في ماتش ايه فاكر؟ اول ماتش. فاكر كان مع مين ولا لا؟ كنا مجاميع. طب انت فاكر مجموعتك يا ادم؟ مين؟ السنغال، نيجيريا. السنغال، نيجيريا، تمام. تونس، جنوب افريقيا. ده كان مجموعه جامده. وطلعنا، طلعت فيها اول ولا طلعت اول؟ الناحيه الثانيه كان المغرب برضو اول. المغرب اول. لعبتوا فاينل على طول؟ اول واول لعبوا فاينل. انت قعدت كنت بتلعب ماتش كام كل يوم؟ كام ماتش يعني بتلعب ماتش في اليوم؟ بتلعب قد ايه؟ لا اول البطوله كلها ماتشين بس، احنا لعبنا ماتش الصبح بدري ماتش بالليل. هي كلها كانت كده بس. طب ايه ده ما بيبقاش اجهاد عليك؟ يعني انت بتحسش انت تعبان؟ يعني ماتش الصبح وبالليل عادي؟ عادي. طب
طب انت لما طب ايه اللي عجبك في المغرب لما رحت المغرب؟ ايه اللي انت شفته عجبك في سنك الصغير ده؟ يعني ايه اللي شفته في الشوارع حلوه، الناس، الصاله، يعني كلمني ايه اللي شفته في البطوله عجبك؟ ولا حاجه. ولا حاجه. يعني انت كنت مركز في الكاراتيه بس؟ لا ده رايح ده بص ده هو شكله في الصوره اللي وعدنا الصوره ثانيه يا جماعه، انت مركز في الكاراتيه بس. تحب الكاراتيه؟ اه. طب ليه اخترته؟ بابايا كان حكم لاعب كاراتيه. بابا كان حكم ولا يعني انت واخده بالجينات؟ اخواتي الاثنين لاعبين كاراتيه. اخواتك الاثنين اهي الصوره اهي، اخواتك الاثنين اللي اكبر منك ولا اصغر؟ اكبر مني. كان بيلعبوا كاراتيه، حد منهم كان بطل زيك؟ اختي. اختك كانت بطله اكبر منك بكتير؟ اختك سنتين. سنتين. فانت طلعت بقى بابا واخواتك والدنيا قلت لا انا هلعب كاراتيه. برافو. طيب نفسك تعمل ايه غير ميدالية؟ طبعا افريقيا دي انجاز كبير، اول بطوله ليك وتاخد فضه ده انجاز كبير جدا. نفسك تعمل ايه بقى؟ اجيب اول عالم ان شاء الله. تبقى اول عالم وحافظ على الميداليه. تحافظ على الميداليه. انت عندك اول بطوله جايه بطوله عالم ممكن تشارك فيها ولا صعب؟ في تصفيات شهر 11 كده. تصفيات في مصر ولا بره؟ في مصر. طب وبعد ما تخلص مصر تطلع بطوله العالم ولا هجيب اول اسافر؟ نفس اللي حصل في افريقيا. نفس اللي حصل في افريقيا. طيب شهر 11 ده 2007 داخلين معاك؟ شفت انا المره دي هبقى اكبر واحد. شفت بقى، شفت السؤال؟ ما انا عارف انه شهر 11 2007 هيكونوا كبروا فانت هتبقى اكبر واحد، يعني انت فرصك اكتر واحد. شد حيلك يا بطل، شد حيلك، انت تاني افريقيا وكمان انت طالع على 2007. بيبقى برضو يعني ثقه للعيب وهو صغير وعنده 16 سنه وبياخد ميداليه. طبعا طبعا. اه يعني طبعًا. تبقى ثقه ليه حتى. بص هو بيتكلم بيقول لك انا عايز وعايز. لا هو ما شاء الله ادم عشان متمرس على البطولات من صغره، يعني زي ما قلت لحضرتك ان احنا الفاينل من 4 سنين او 5 سنين بيكون ادم موجود فيه، الفاينل الجمهوريه، وبعد انضمامه للمنتخب طبعا والتصفيات اللي حصلت قبل افريقيا وان هو يكسب لعيبه في 2007 دي برضو حافز ليه ان هو يقدر طبعا يعمل. طبعا هو 2008 وتاهل دي فان شاء الله بقى رب العالمين. البلان الجاي هيكون هو ولميس. طبعا لميس هتطلع شابات وادم هيفضل في الناشئين قدامه سنه بالظبط. عندنا بطوله العالم 2024 ان شاء الله رب العالمين. ادم هو يعني من اللعيبه اللي ان شاء الله يلعب ناشئين برضو في البطوله. برضه بتخضع لنفس النظام اللي احنا اتكلمنا فيه لان هو ده نظام الاتحاد ان هو بيحط المعايير. ان كل اللعيبه اللي منضمين للمنتخب بيحصل بينهم تصفيات وبناخد اول التصفيه، هو ده اللي خلاص اوريدي بيسافر. طب كابتن احنا نتكلم عن قاعده الكاراتيه في النادي الاهلي، يعني قاعده كبيره والاختيار فيها بيكون بصعوبه وبيبقى فيه كمان يعني لو خدنا مثلا ناخد 2008 سن ادم، كام لعيب في الفريق في النادي الاهلي سن ادم كام لاعب؟ يعني احنا كنا بنتكلم في حوالي 16 لاعب في 2008 او يعني جوه النادي الاهلي بالظبط. تمام. وزي ما قلت لحضرتك ان هي من اقوى المراحل السنيه اللي موجوده فعلا. صحيح. طبعا يمكن ال 16 دول كانوا من سنتين او كده، بس طبعا مع طبعا في لعيبه بتلاقي نفسها مش يعني مش بتحقق في المرحله السنيه بتاعتها، ممكن يبقى ممارس. في لعيبه طبعا احنا بنتكلم حوالي 4 لعيبه او 5 لعيبه اللي هم بارزين في المرحله السنيه دلوقتي مكملين، منهم 3 لعيبه في منتخب مصر في سن ادم. ادم ادم وبلال ده يعني ادم وبلال دول ان احنا بقى لنا 4 سنين بنلعب الفاينل مع هم بعض الاتنين. هم الاثنين. وعندنا لاعب اسمه احمد بس زكريا بس اللي اتاهل لافريقيا كان ادم مش بلال. بالظبط. يعني ولعبتوا فاينل في تصفيات برضو ادم انت وبلال؟ لا. لعبت مين في الفاينل في تصفيات؟ لعبت صاحبي. لعبت مين؟ صاحبي. صاحبك؟ بتدرب معايا. صاحبك مين بقى؟ احنا المفروض ما نعرفه ما نعرفوش. لاعب من النادي الاهلي برضو بس مواليد 2007. علي ضاحي. كان علي ضاحي. علي ضاحي ده صاحبك. صاحبي. انت قبل ما تقول علي ضاحي قلت صاحبي، احنا المفروض نعرف بقى. احنا ما شاء الله يعني حتى اللعيبه اللي كانت لا بص البراءه اللي بيتكلم يقول لك لعبت صاحبي. طب احنا ما نعرفش صاحبك. لا هو ضاحي صاحبي فهو برضه لسه يعني البراءه بيبقى صعب طبعا. لعبه صعبه وهم كمان الله اكبر عليهم. اتفضل يا كابتن. احنا طبعا ما شاء الله يعني حتى النادي الاهلي جوه المنتخب مصر يعني لو حضرتك اتكلمنا في التصفيات احنا يمكن الناس اللي وصلت دور الاربعه كان عندنا ادم وعندنا بلال وعندنا علي ضاحي فدول 3 لعيبه كان في دور الاربعه في اي واحد منهم يطلع يقدر يحقق بالظبط ما شاء الله. هم يعني علي ضاحي من اللعيبه المميزين برضو في المرحله بتاعته 2007. بلال زي ما قلت لحضرتك هو بطل بحر متوسط وبيلعب بالفاينل بقاله 4 سنين هو ادم.
سنه ادم بيكسب سنه بلال بيكسب، يعني ادم كسب الفاينل هم اللي لان تبقى جوه النادي الاهلي. هو ادم كسب الفاينل سنتين وبلال كسب الفاينل سنتين. يلا بقى الخامس جاي هو الريم بقى. بس حلو يبقى في كومبيتيشن فاينل من النادي الاهلي دي برضو. طبعا. طب انت قول لي، كان في من يومين بيتمرن منتخب اندونيسيا صح؟ بيتمرن النادي الاهلي، حضرت انت التدريبات دي ولا لا؟ هي كانت اندونيسيا كنا مستضيفينهم في كوميتي طبعا، فعشان احنا مدربين كاتف حضرت التدريبات شفتها بتاع يعني، وده دايما من وقت للتاني بتيجي منتخبات تتمرن، بتيجي منتخبات بيبقى حضرتك احتكاكات كويسه مش يعني بيكون هم مثلا عندهم بطوله معينه او الكلام ده كله، او عندهم احتكاك دولي معين، ومش شرط برضو تبقى دول افريقيه، في دول بتيجي من اسيا. اندونيسيا موجود. طب انتوا على مستوى الكاتا جالكوا فرق قريب احتكت معاكوا على مستوى الكاتا ولا ما كانش فيه؟ لا، يمكن احنا الاهلي عشان طبعا احنا عندنا المنافسه قويه جوه النادي، محتاجين نحتك. والله دي حقيقه ان احنا الاحتكاكات الخارجيه الله اكبر، يعني ادم ولميس نموذج يعني للناشئين اللي طالعين عندنا في الكاتا. لا وما شاء الله في عدد كبير جدا، في كتيبه بصراحه من من لعيبه الابطال بتوعنا في الكاراتيه سواء في الكاتا او في الكوميتي في مختلف المراحل السنيه. فيمكن في الكاتا اكتر احنا ما بنعملش لقاءات خارجيه زي الكوميتي، لان احنا عندنا برضو سواء الكاتا او الكوميتي هي المنافسات قويه بصراحه بين اللعيبه وبعضيها، بس بنخضع بقى حتى جوه النادي تصفيات. يعني احنا كنا برضو عشان نختار الفريق بالظبط السيزون اللي فات، احنا بنعمل 3 تصفيات في السنه يعني صعب قوي. مش تصفيه واحده، مستوى اتغير، واحد راجع من اصابه بالظبط، فاحنا بنعمل 3 تصفيات في السنه. فعشان كده يعني النادي الاهلي ليه سيستم خاص بيه في اداره المنظومه بتاعته في الكاراتيه، طبعا على راسها الدكتور مراد عاصم والدكتور محمد حسن مدير الجهاز. يعني السيستم اللي محطوط نفسه بيخليك انت تحت الضغط المستمر والاحتكاكات الداخليه. خلينا نسال ادم مثلا يا كابتن بعد اذنك، بتمرن كم ساعه يا ادم؟ من ساعتين لثلاث ساعات ونص. لثلاث ساعات ونص ورا بعض ولا ممكن يجزأوا شويه الصبح شويه بعد الظهر؟ ممكن يبقوا ثلاث ساعات الصبح وثلاث ساعات بالليل. ثلاثه الصبح وثلاثه بالليل. انت بقى بس هيبقوا تمرينه وتمرينه. برافو. هتبقى مثلا تمرين فردي. ايوه. ومثلا تمرين جماعي. مالهاش دعوه بيها. يعني انت بتبقى متقسمه في كذا حاجه يعني مش بس. طب انت بتزهق لما تروح تمرين كتير ولا حابب التمرين؟ حابب التمرين. انت في الصيف دلوقتي. بتصحى من النوم تروح على النادي على طول؟ الله اكبر. حابب انت الرياضه يعني. طب انت مش بتزهق تقول انا عايز اروح الساحل، انا عايز اروح مع اصحابي؟ مفيش الكلام ده. تمرين يعني تمرين، وثلاث ساعات الصبح وثلاث ساعات بالليل. طب بتمرن فتنس؟ فين بقى؟ نفس الصاله ولا بتروح الجيم؟ بروح كده وكده، صاله وفي الصاله في الجيم. وطب والفتنس بقى بتجري مثلا مسافات طويله؟ بتجري كل انواع الكاراتيه. خلي بالك برضو مش مثلا مش زي الكوره بتجري كتير، فانت يمكن مش محتاج تحمل بتهيالي ولا ايه؟ ولا بتجري شويه؟ التحمل اساسي. اساسي. طب في الكاتا برضو التحمل اساسي يا كابتن؟ طبعا التحمل اساسي. يعني الكاتا ما فيش اشتراك، ما فيش حاجه. اي نعم بتبقى طول الوقت مشدود، طول الوقت في حركات توافق عضلي عصبي، بس هي الفكره ان الاداء الحركي نفسه اللي اللاعب بيخضع عليه اثناء اداء الكاتا واوضاع الحركات بتاعتنا والوقفات بتاعتنا والاداء نفسه مع السرعه مع ضربات الرجلين مع الجنبات اللي بتقابلك في الكاتا او درجات الصعوبه بتاعتها، فطبعا بيبقى محتاج اللاعب ان هو يكون التحمل بتاعه كويس جدا وفي نفس الوقت ان لان اللاعب من ضمن الحاجات المهمه عنده ان انا النهارده زي ما ببدا الكاتا بتاعتي لازم انهيها بنفس الكفاءه بالظبط. يعني هو بياخد جمله قد ايه؟ يعني بيقعد وقته على البساط قد ايه يا كابتن؟ الجمله الحركيه عندنا ممكن تبقى من دقيقتين لدقيقتين ونص او ثلاث دقايق الماكسيموم بتاعنا. حسب الكاتا نفسها اللي بيلعبها. طبعا فيها درجات صعوبه كتير، منها الاتزان، منها الرشاقه، منها الجمبات، منها الكيمياء او القفلات بتاعتها او القوه بتاعت الاداء الحركي نفسه. طبعا حقيقة. فالنهارده عشان اوصل اللاعب بتاعي ان هو يبقى عنده التحمل اللي يخليه يلعب ماتش واثنين وثلاثه، يمكن ادم قال ان بطوله افريقيا كان فيها ماتشات قليله، ولكن انا عندي النهارده هو اساسا عشان يخرج من مصر يلعب بطوله افريقيا هو لعب ست ماتشات. ست ماتشات بس. هو لعب ست ماتشات يا كابتن. يعني
انت لفتت نظر لحته مهمه وهو الفتنس مهم جدا في الكاراتيه، الناس مش واخده باله، بس الحقيقه طبعا وقت الحلقه مر سريعا. وكابتن محمد الاشقر مدرب الكاراتيه في النادي الاهلي ومدرب الابطال، بشكرك نورتينا وشكرتنا، اتمنى لك كل التوفيق، استمتعت باللقاء، شرفنا بحضرتك، شرف لينا. ادم احمد ادم طبعا صاحب فضيه افريقيا، بشكرك نورتينا وشرفتني، وهنستناك نشوفك بطل عالم خلاص، وعدتني ان شاء الله. ان شاء الله. اعزائي المشاهدين، دي كان حلقتنا النهارده عن الكاراتيه، بنقول لهم طبعا الف مليون مبروك، بشكركم شكرا جزيلا لحسن المتابعه، وانتظرونا في حلقه جديده مع الابطال.